السلام عليكم. شركة يولانزي أو أولانزي، شركة معروفة تعمل أكسسوارز للكاميرات وللموبايلات، نزلت أدابترز عبارة عن هذا الباكج، جاي معاه ثلاث وصلات سريعة بس تركب الجو برو بشكل أسرع على الترايبود أو على أي وصلة، سواء الجو برو أو الأوزمو أكشن، دي جاي أوزمو أكشن. هاي الوصلة مفيدة خاصة إذا حاب تنقل الكاميرا من مكان لمكان، يعني من وصلة لوصلة. يعني أنا مثلا يعني مثل هذا الترايبود، يعني ممكن آخذ القطعة هذه وركب الوصلة الخاصة فيها على الدي جي اي او الجو برو، تركب بكل سهولة يعني. وفيها مغناطيس تقدر تركبها بكل سهولة وتلفها. اصلا المغناطيس نفسه يعني حتى لو فك بيكون قوي يعني. طبعا الوصلة ميزتها ان توفر عليك الوقت انك تفصلها، مثلا تركبها في مكان ثاني. يعني مثلا انا عندي الوصلة اللي تجي مع الأوسمو أكشن، ممكن أركبها أنا في اليد هذه وأركب معاها الأدابتر الجديد هذا، فلنفرض اني انا بركب الادابتر هذا او اليد هذه مثلا على الطاولة او على اي مكان، وحاب انقل الجو برو او الاوزمو اكشن كل سهولة لفها واشيلها من الترايبود وتركب كل سهولة على هذه على الوصلة هذه بكل سهولة. وصلة مفيدة صراحة، يعني حتى في البداية صار عليها طلب كبير، خلصت من السوق. أنا أخذتها من فترة بس ما استخدمت للأسف، يعني شغلت وحبيت إني أعمل فيديو أشرح لكم عنها، كنت تستفيدون، مش مكلفة تقريبا سعرها يعتمد على الموقع، اعتقد كان عليها عرض بحدود 15 دولار، كان الكت هذا حدود 15 دولار او 10 دولار بالحدود عن طريق موقع يولانزي. وحاليا شوف كم سعرها، حاليا سعرها في موقع يولانزي 10 دولار، اقل من 10، 9.95 يعني 10 دولار. وفي امازون
$15 أرخص في موقع يولينزي، أرخص من أمازون $5. فالسعر يتراوح بين $15 إلى $10 إلى $15. سعر رخيص مفيد جدا، في ناس فعلا تحتاج هذا الأدابتر اللي بينقل كاميرته مثلا من الترايبود لقاعدة السيارة أو أي قاعدة ثانية. أتمنى أنكم استفدتوا من الفيديو هذا.